النهاردة بيصادف الذكرى 25 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان برنامج عمل بشأن ثقافة السلام واختيار 21 سبتمبر عشان يكون اليوم العالمي للسلام. وفي عالم بيشهد طبعا زي ما حضراتكم شايفين تصاعد في وتيرة التوترات والصراعات اللي بتقوم الدولة المصرية بدور مهم جدا سواء عربيا أو إقليميا للوصول إلى السلام العادل والشامل وإيجاد حلول لمواجهة الوضع المشتعل. يمكن كمان ده انعكس على أو في الشهور الأخيرة اللي كان من خلالها مصر هي نقطة اللقاء لأطراف الصراع عن دور مصر المحوري. عايزين نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم. ويعني يوم مهم ويوم مؤثر في تاريخ العالم، ونتمنى ان يعم السلام في يعني بمناسبه هذه المناسبه الجميله. يعني ان شاء الله، يعني مصر بتشهد نشاطا دبلوماسيا مكثفا في الفتره الاخيره، استضافت العديد من الوفود واللقاءات. ازاي بتشوف هذا الدور المصري المحوري في المنطقه بشكل عام، وما هي ابرز الملفات اللي بيتم التركيز عليها في سياسه مصر الخارجيه؟ خلينا بشكل عام بس بدايه نتكلم عن اليوم العالمي للسلام، وهو بالمناسبه شهر سبتمبر يعني شهر مرتبط بالسلام عربيا. في 17 سبتمبر سنة 78 مصر وقعت معاهدة كامب ديفيد الشهيرة مع إسرائيل، وفي 13 سبتمبر سنة 93 الفلسطينيين وقعوا اتفاق أوسلو مع الإسرائيليين سنة 93. فشهر السلام بالنسبة لنا شهر يعني ذكرياته كتير مع السلام، ورغم أن المنطقة بتشهد يعني تصعيد كبير الايام الاخيره، وكلنا متابعين اكيد اللي بيحصل في لبنان، وربنا يسلم اشقائنا في لبنان وينصر الاشقاء في فلسطين. وضع شديد الصعوبه والقسوه، ومحيطنا الاقليمي كمان، محيطنا في مصر حدودنا الجنوبيه بتشهد صراع دامي في السودان وصراع مستمر منذ سنوات في ليبيا. فكل هذا يجعلنا ننظر الى مصر بنظره تستحق التوقف والتأمل والدراسة وتحليل ما جرى في السنوات الماضية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم في مصر، وهو أرسى ورسخ دعائم الاستقرار اللي هي بنجني يعني بنحصد ثمارها في هذه الأوقات الصعبة. أن مصر أصبحت هي تقريبا عاصمة السلام والاستقرار في المنطقة، بتلعب دور مؤثر وحيوي في كل الملفات المشتعلة في إقليمها وفي العالم كله بشكل عام. مصر في عهد الرئيس السيسي يعني لها ركائز أساسية في سياستها الخارجية، قائمة على التعاون المشترك مع كل دول العالم وعلى الاحترام الكامل لكل المواثيق والقوانين الدولية والمعاهدات الدولية، وده أكسبها احترام وثقة الجميع. فأصبحت يعني مركز إشعاع لثقافة السلام اللي احنا بنحتفل بيها النهاردة. مصر منذ سنوات طويلة، منذ زيارة رئيس السادات رئيس مراحل البطل الحرب والسلام إلى إسرائيل، واجتيازه لكل الحواجز النفسية والمادية اللي كانت بتعوق مصر عن فكرة السلام وعن مشروع السلام. ومصر منذ هذه اللحظة التاريخية التي عقبت نصر أكتوبر العظيم، وهي راعية مهمة في المنطقة للسلام، وحريصة دائما على يعني توثيق هذا السلام ونشره في كل أنحاء المنطقة العربية رغم كل ما تعانيه المنطقة، وخصوصا مؤخرا، إلا أن مصر ظلت متمسكة وملتزمة بما تعهدت به في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ورغم كل المناوشات وإلى آخره اللي أكيد كل الناس متابعينها في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها ما زالت متمسكة من موقف القوة. ولا يعني تمسك مصر بالسلام أبدا أنها لا تهتم بمؤسساتها العسكرية ولا تقويها ولا تطورها. إحنا عندنا تطور كبير في المسألة دي، وده بيتوازى مع جهود دبلوماسية يعني مصرين دائما مصر تسعى فيهم دائما، حفاظ على القوة والقدرة الدفاعية الكبيرة للجيش المصري، بالإضافة إلى جناح دبلوماسي تمثله الخارجية المصرية العريقة بكل قواها وبكل فلسفتها راسخة منذ سنوات طويلة. عظيم جدا، وده اللي خلينا نقول أن مصر
وده يعني بشهادة التاريخ، مصر دولة داعية للسلام وراعية للسلام، ومش بس في المنطقة. يعني وإن كانت التحديات كبيرة في المنطقة والصراعات على أشدها في المنطقة بتاعتنا، لكن في كل دول العالم. يعني أتذكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوب 27 لما اتكلم عن تهدئة الأوضاع في روسيا وأوكرانيا، ده مردوده إيه على ثقل مصر الدولي؟ صحيح. طيب أنا عايز أقول لحضرتك بمناسبة التاريخ، وبما أن حضرتك أشارت لي وهي إشارة ذكية أحييك عليها، أن مصر فعلا يعني هي تقريبا من الدول من أقدم دول العالم استقرارا داخل حدود واضحة الملامح، لم تتغير منذ فجر التاريخ حتى الآن. ومصر طبيعتها في عز مجدها وعز قوتها وعز حضارتها عمرها ما كانت دولة توسعية أو ترسخ إلى أو تسعى إلى تأسيس إمبراطورية إقليمية في المنطقة اللي نشأت فيها. طول الوقت هي بتؤسس لحضارتها وبتبني مجدها، زي ما الاغنيه الشهيره اللي غنتها الست ام كلثوم تبني قواعد المجد دائما وتؤثر في محيطها بمنطق اخر بقوتها الناعمه وليس بقوتها العسكريه وبنشر جيوشها في المنطقه. مصر حريصه دائما على ان يعني تكون دوله ذات ملامح خاصه، وده جزء على فكره السلام جزء اصيل في شخصيه مصر. صحيح. وجزء يعني راسخ دائما في طول التاريخ. لو بنتكلم على اللحظه اللي بيعيشها العالم دلوقتي، يمكن في شهر يونيو اللي فات نشر ما يسمى بمؤشر السلم العالمي، وللاسف الشديد عام 2024 هو من اكثر الاعوام في السنوات الاخيره منذ يعني ان صدر هذا المؤشر العالمي للسلم، اكثر الاعوام عنفا. وبالمناسبه ان من ضمن اهداف اليوم العالمي للسلام اللي زي ما حضرتك اشرت في البدايه انه سنه 99 قبل 25 سنه جمعيه العامه للامم المتحده اعلنت ميثاقها المتعلق بنشر ثقافه السلام، في دعوه بتطلقها الجمعيه العامه للامم المتحده في هذا اليوم بوقف اطلاق النار في جميع دول العالم. وطبعا ده يعني امل نتمنى ان يتحقق. للاسف الشديد ما يجري في المنطقه حولنا يعني مثير للاسى والشجن والحزن على اشقائنا في الدول العربيه. مصر في ظل هذا الوضع المزعج يعني الصعب اللي في المنطقه لم تتوقف جهودها طوال العام الاخير تحديدا عن دعم السلام. ونتذكر قمة القاهرة للسلام اللي انطلقت بعد أيام قليلة من طوفان الأقصى في محاولة لإيقاف ما تنحدر إليه المنطقة الآن. يعني مصر كانت من أول الدول اللي استبقت العالم كله في التحذير من أن اللي بيجرى في غزة والتصعيد في غزة تصل بالمنطقة إلى رقعة الصراع طبعا. وطول العام بالمناسبة الرئيس المصري كان بيستثمر كل زيارة لضيف أجنبي لمصر وبيطلق تحذير وبيحذر العالم كله من ان استمرار الحرب في غزه وعدم انصياع اسرائيل لاي جهد بيتم عبر الوساطه المصريه والمظله الامريكيه لمحاوله ايقاف الحرب وتحقيق هدنه وادخال المساعدات الانسانيه لاهالينا في قطاع غزه ووقف نزيف هذه الحرب. للاسف الشديد لم تستجب اسرائيل ومارست الحكومه الاسرائيليه المتطرفه كل اشكال العنف والجرائم التي ترتكبها وما تزال. وقبل ايام مصر قررت تحذيرها من ان التصعيد في الجنوب اللبناني سينزل بحرب مفتوحه ويعني يدخل المنطقه الى هاويه كبيره نخشى من عواقبها، والجهود المصريه لا تتوقف. صحيح. في محاوله لتحقيق السلام دوله كبيره بكل تاكيد يا استاذ محمد في كل الجوانب، في النواحي السياسيه وعلى جانب اخر زي ما حضرتك ذكرت. واحنا بنتكلم طبعا مصر كدوله من اكبر الدول الداعيه والراعيه للسلام في العالم كله، فهي ايضا تهتم بالمؤسسه العسكريه، وجيش مصر من اقوى جيوش العالم. كل الشكر ليك استاذ محمد مصطفى ابو شامه الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا يا فندم.